كما شارك عضو وفد الشعبة البرلمانية سعادة النائب حسن إبراهيم حسن وسعادة الدكتور بسام إسماعيل بن محمد عضو مجلس الشورى في منتدى البرلمانيين الشباب. وأكد سعادة النائب حسن إبراهيم حسن أن الإسهامات الشبابية البحرينية في العمل البرلماني والتشريعي تجسد رؤية جلالة الملك المعظم لتمكين الشباب وتعزيز دورهم الاستراتيجي والمحوري في مجالات العمل الوطني والتنموي، مشيرا إلى أن مملكة البحرين قطعت شوطا متقدما في مجال تمكين الشباب وتحفيزهم للمشاركة في مختلف مسارات الحياة، لافتا إلى أن مملكة البحرين تولي اهتماما بتأصيل العمل البرلماني لدى الشباب انطلاقا من العملية التعليمية في المدارس والجامعات والمعاهد، فضلا عن اهتمام السلطة بتثقيف الطلبة بالعمل التشريعي.